حل الدوسي المواد اليومي مع ناهد جندوبي. حل الدوسي، مرحبا بكم، هذه ميديشو على موزايكا فام وين ما كنتوا، شكرا على الاستماع. حل الدوسي يوميا، ناخذ دوسي نفركوا شويه نفهموا شويه لي زونجو، نفهموا شويه شنو اللي مطروح وكيف يمكن التعرف على اكثر معطيات فيه. اليوم نحكيوا على رقم اوبجيكتيف حلمه 500 مليون دينار مداخيل تصدير للصناعات التقليدية في غضون 2026. هذه من أهداف وزارة السياحة. هل الهدف ممكن وفق أي آليات؟ يرجعنا هذا لكلام السيد وزير السياحة محمد المعز بالحسيني. صحيح، البارح اللي أكد على أهمية قطاع الصناعات التقليدية على التأثير وعلى الاقتصاد التونسي، وهذا وقت إشرافه على الندوة الوطنية للاستثمار في الصناعات التقليدية في الكيف. السياحة تعد من القطاعات الحيوية نظرا لمساهمتها الكبيرة في التنمية الجهوية، في التشغيل، في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة مع النتائج اللي يوصفها الوزير بالطيبة اللي حققها القطاع هذا. في الأثناء عديد الطلبات اليوم على منتجات الصناعة التقليدية التونسية، فما التطور؟ يقول كان من الضروري تنظيم ندوة وطنية للاستثمار للسعي للتعريف بالفرص الواعدة المتاحة في مجال الاستثمار في القطاع هذا، والتعريف بالامتيازات بالحوافز الموجهة لفائدة الحرفيين والمؤسسات والمجمعات الحرفية الكلوستر، وخاصة الشبان والشابات نظرا لتزايد عددهم وإقبالهم على القطاع هذا من عام لعام. بالحسين يقول فما عديد الطلبات على منتوجاتنا التونسية الصناعات التقليدية اللي عنده قدرة عالية على التصدير. يقول الوزارة تهدف إلى الوصول لقرابة 500 مليون دينار تصدير في غضون 26 عام ناول. تم تسجيل 152 مليون دينار من عائدات التصدير، نحكي على 23 من منتوجات الصناعات التقليدية. يقول الوزير أنه فما العديد من الإجراءات والامتيازات اللي تم إقرارها لتشجيع جميع الجهات المدخلة في القطاع هذايا على التصدير والاستثمار. خلينا نذكر فقط أنه في سبتمبر 21 تم إعلان قطاع الصناعات التقليدية قطاع منكوب. قطاع منكوب، هذه هي العبارة اللي استعملتها الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية التابعة لوتيكا. سبتمبر 21 نذكروا قطاع ضر برشا من أزمة الكوفيد اللي قادوا مسكرين لأشهر طويلة جدا. قطاع الصناعات التقليدية يشهد عديد الصعوبات حتى من قبل أزمة الكوفيد. تقول الجامعة يحكي وقتها في 21 على عدم التفاعل الجدي من قبل المسؤولين، لا مبالاة اللي يعمق الأزمة وأدى إلى خسائر بالجملة. يقول صالح عمام رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية في 2021، يقول أطرقنا أبواب جميع المسؤولين عن هذا القطاع لكن دون جدوى، ما دعاها إلى تنظيم مسيرة في اتجاه قصر قرطاج وقتها في 10 أكتوبر 21 بعد انتهاء فعالية معرض الصناعات التقليدية لإيصال أصوات الحرفيين والعاملين في الصناعات التقليدية. صورة فوتوغرافية ناهد، قداش يخدم القطاع اليوم؟ الأرقام اللي جينا من الجامعة يقول أنه قطاع الصناعات التقليدية يعد قرابة 350 ألف حرفي وحرفية، يقولوا قادرين على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، عنده طاقة تشغيلية عالية مانيفيك. ينجم يوفر مليون فرصة عمل في حال أزيلت بعض العرق. الجامعة تطلب بالإنصات إلى أهل المهنة وضرورة إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية اللي عرف عام 1990 إعادة هيكلة خاطئة، يقولوا هو ومر بفترة سيئة جدا أخرجته عن مهامه الأصلية مما أضر بالديوان وبقطاع الصناعات التقليدية. مشاريع تقول الحكومة مكنت من خلق 4000 موطن شغل. كلام المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة أول العام، يقول أنه ترويج المنتوجات التقليدية داخليا في المحلات المختصة وفي إطار أكثر من 100 معرض وصالون للصناعات التقليدية داخل الجمهورية ساهم في خلق ديناميكية تنموية متميزة في القطاع هذايا. مكنت المشاريع الجديدة المنجزة في 23 من خلق نحو 4000 موطن شغل جديد بفضل الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع، ومن بينها ترفيع في قروض المال المتداول اللي أسندها البنك التونسي لتضامن للحرفيين بقيمة تفوق 13 مليون دينار ليس. احنا تناخذوا تجربة من التجارب الناجحة بتونسي. رئيس الجمعية فاتن عبد الكافي بعد لحظات معايا بالهاتف، الموعد معها في علاقة زادة بها الرقم هذا نتاع 500 مليون دينار موجودة. مدام عبد الكافي بالهاتف، مرحبا بها. لفاتن مرحبا.
يعيشك سيليس شنحوالك. مرحبا بك للا ستان بليزير، شكرا لك اللي موجودة معنا بالهاتف مباشرة على موزايك فام. الموعد مع هذا الرقم نحب تعطيني رأيك فيه، نص مليار 500 مليون دينار مداخيل تصدير الصناعات التقليدية في غضون 2026، فزابل هذا ممكن مدام؟ هو ممكن، هو ممكن الحق، ما نجموش نقولوا اللي هو ماهوش ممكن، خاطر حتى باش نكونوا معناتها بوزيتيف وباش نكونوا كونفيون في المستقبل وكل شيء، يلزم نقولوا اللي هو ممكن. لكن يلزم مش نقولوا هكاك ممكن وكهو، باش يولي ممكن يلزم تتوفر برشا 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 ظروف. هتحكي فيهم؟ اي هتحكي فيهم. احنا قداش نعملوا توا ولا فات؟ والله ما عنديش حتى فكره على الاحصائيات، معناتها الطريقة هذه معناتها أمور تخص ديوان وكل شيء. إحنا مجتمع مدني معناتها، دور متاعنا أن نحاذي والحرفيين خاصة اللي يستحقوا أن كود ما باش يبرزوا، باش يتعرفوا، باش يوليوا يعرفوا الميتريز لوتي انفورماتيك، باش يروجوا المنتوجهم. ساعات يعرفوش معناتها حتى يعبروا عليه بالكدا. انت يلزم نعرفوا الساعه اللي راهو الارقام اللي يعطي فيها الديوان وهو صحيحه معناتها واللي نعرفوها الكل، اللي ساعه اول حاجه الوسط هذايا معناتها الصناعه التقليديه تتواجد خاصه في وسط ريفي، هذه حاجه نعرفوها واللي هما الاكثريه نساء. واحنا نعرفوا اللي النساء والبنات عندهم درجه كبيره من الانقطاع من التعليم، تلقاها ساعات حرفيه تتقن بالقدا الخدمه نتاعها لكنها ما تعرفش مثلا تروج، ما تعرفش تكتب، نو ميتريس با اون اوتر لونغ ابار لغتها العربيه باش تنجم تروج. هذا الكل يلزم خدمه كبيره. الكل هو اللي احنا قاعدين نعاونوا فيه، لكن ما عندناش الارقام معناتها الرسميه الصحيحه، ولو اني انا بالحق خذيتوني على غفله لكن لا نعرف. لا 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 نعرف. هو الارقام الان المسجله اخر وحود هي ارقام تتكلم على انه السنه الفارطه تم تسجيل 152 مليون دينار من عائدات تصدير منتوجات الصناعات التقليديه، والاوبجيكتيف هو 500 مليون دينار من هنا ل 2026. صحيح، هذايا اذا كان معناتها نعملوا خاصه على البيع في لي بلاتفورم اون لين معناتها. جوستومون لا فاتر، خليني نبدا معاك بالحاجه اليوم. وقت اللي نقولوا صناعات تقليديه في تونس على شنو نحكيوا بالضبط؟ نحكيوا على مجموع الحرف اللي موجود في البلاد، ولا نحكيوا على اللي مقنن عند الديوان، ولا على شنو نحكيوا بالضبط مدام؟ يظهر لي هما مكثريتهم يلزمهم يكونوا مقننين عند الديوان، لكن فما اللي يخدموا في الانفورمال معناتها فما، لكن هو راهو باش ينجم يعرض، باش ينجم يبيع، لازم يكون عنده بطاقه حرفي وهذا يعطيه له الديوان معناتها. الاكثريه انا نظن انه اغلبيتهم الكلهم منضويين معناتها تحت الديوان ومعناتها يتعاملوا معاه في علاقه وكل شيء. تقول لي شنو هو معناتها اللي يشمل البيعان هذايا؟ نقول لك كل شيء، راهو مزيت اللي هو تعليق معناتها وبيعه البرة في طرق معناتها معلبة وباكيجينج معناتها أتيران وكل شيء، حتى البلغة البسيطة الجلدة اللي ننشلكوا بها في الصيف، اللي معناتها كل شيء هذية كله هو الصناعة التقليدية بتاعنا. ولذا هذية الأرقام صحيحة بالحق وتنجم تكون معناتها ممكنة في المستقبل إذا كان عملنا على تفعيل شيء هذية وعلى يد المساعدة، مد يد المساعدة للحرفي اللي يتعرض لبرشا مشاكل، ومنها خاصة ارتفاع الأسعار تاع المواد الخام اللي هي راهي ما يغركمش معناتها. ممكن نقولوا صناعات تقليدية مش معناتها راهو المواد الخام كلها جاية من تونس، راهو برشا حاجات نجيبوا فيهم من الخارج. نذكر لكم مثلا على سبيل المثال الشاشية التونسية، الصوف مش كلها معناتها نجيبوا صوفنا من تونس، فما نوعية متاع صوف تتخدم بها الشاشية التونسية يستوردوا فيها. معناتها برشا 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 حاجات تدخل في الصناعات اللي نقولوا لها احنا تقليديه وهي 100% تونسيه، مواد الاوليه نتاعها هي مواد مستورده. وقت نشوفوا معناتها تدهور حاله الدينار نتاعنا التونسي نفهموا عليه ساعات الاسعار ولات مرتفعه وماهيش في متناول التونسي المتوسط. هيك المعادله الكبيره تو. احنا بنشيلها ندعيو التونسي انه يقبل على صناعات بلاده ويشريها ويستهلكها ويستغنى على الصناعات معناتها على المنتوجات المورده وكل شيء، منشير نلقاوه التونسي غالي عليه الصناعات التقليديه الجيده. نحكي ديما على الجيده، خاطر هوني نحكيو على الجوده.
ما نحكيوش على ان برودوي اللي شطر وشنوا وملفق وعاملين له هكا اون توش مزيان باش يولي زعما تونسي. نحكيو على منتوج معناتها معمول بايادي وبانامل تونسيه وبفكره تونسيه، خاطر حتى الفكره نخلصوا عليها الفلوس بدرا. الاختيار نخلصوا عليه الفلوس احنا كمستهلكين، ما يلزمناش نقولوا قديش غاليه كل حاجه، لكن في نفس الوقت هي غالية علينا زادة. معناتها المستهلك لقى روحه بين ما معناتها بين كيفاش نقول المطرقة والسنديان، معناتها ماذا بيه يشري، ماذا بينا كنا نستهلكوا. أنا بيدي معناتها كرئيس جمعية وقد ما نشوف كل يوم في الجروب نتاعي وفي الباج نتاعنا مواد معناتها وأشياء حلوة برشا نحب ساعات نشريها بالحق نلقاها أقوى من طاقتي الشرائية. لكن في تحكي مع الحيرة في زادة هو يقول لك أنا نخلط في باتيندا ونخلط في صناع ونتعامل مع الحرفي الأولاني بالكل ونشري في المواد الأولية من الخارج ونقوم بعملية التسويق كلها وحدي ونشارك في المعارض ساعات على كيستي كيفاش تحبني، معناتها أن نبيع بسعر رخيص اللي ما يربحنيش. معناتها هذه هي المشاكل اللي توا احنا سنين في تعاون مع الديوان اللي احنا عاملين معاه معناتها ان كونفونسيون دو بارتناريا ونخدم معاه اليد في اليد، هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه ونحاولوا كيفاش نلقاو حل باش نضغطوا على التكلفه من شيره ما نخليوهاش مشطه برشا باش لا يضر الحرفي والمنتج زاده كيف ينجم يشري. هذه هي البولي الاول. البولي الثاني هو ديجيتاليزاسيون والبيع عن البرة، وهذه مشكله معناتها مربوطه باقي بالباي بال ومشاكلنا احنا الصرفيه فهمتني معناتها شنو نحب نقول. بيسير فهمك. هذه مشكل كبير، واحنا بيدنا في الجمعية تعرضنا مرة للمشكلة من نوع هذايا وكنا نعملوا اون بلاتفورم اسمها بي تونسي، وفي اخر وقت معناتها ما تمتش عامين واحنا نخدموا اجتماعات مع الحرفيين ومع البنوك وحتيلو البنك الاوروبي وكل في الاخر ما تمتش ولا التسهيلات نتاع البيوع في الخارج وصعيبه شويه على الحرف وحده. فهمت مش نروجوا احنا كتوانسه ما عندناش لا فاسيليتي اللي يروجوا بها الناس اللي في بقاع اخرى من العالم. دونك مدام عبد الكافي كانت تسمح، اذا كان تجي الدوله اليوم تقول نحب 500 مليون دينار مداخيل تصدير صناعات تقليديه، مثالش خلينا نسمعك خلينا نسالك تصدير صناعات تقليديه في غضون 2026 شنو هما لي بريالابل؟ أعطيني النقاط السريعة اللي تعتبرها لازمها تتبدل باش الرقم هذايا يكون ممكن. فاتن عبد الكافي يلزمها تسهل الأمور ما نعرفش كيفاش نفسرلك المصرفية، التعامل نتاع الفلوس دخول وخروج الفلوس لتونس اون ليني هو اللي صعيب. هذايا فما قوانين في البنك المركزي وقوانين في الوزارات نتاعنا وقوانين في دولتنا اللي صعيبة شوية مقفولة شوية، معناتها يلزمنا فيها شوية يلزم حل على المستوى المصرفي. أوكي بعده هو هذايا هو ثم العمل على الترويج من ناحيه زاد الجوده كيف خاطر يلزم تولي كومبيتيتيف لي برودوي نتاعنا بيان سور كيما تقول يلزم لابيل مثلا يلزم لابيل فوالا يلزم لابيل ويخدم عليه قاعد لونا يظهر لي معناتها عنده مد عليه ويظهر لي قريب يوصلوا معناتها باش يعمل هذايا دونك هذايا خاطر توا كيما يخرج المنتوج التونسي على السوق معناتها الرقميه العالميه باش يلقى روحه في معناتها في منافس مع ما نعرفش انا جدي نمبورت كوا شيئين ولا انها ما نحبش نكون منافسين معها ولا مع بريمارك ولا مع حاجات اللي معناتها يلزمنا خدمه كبيره على الجوده في المنتوج. هو خلينا نفسروا فقط للساده المستمعين، اللابيل هو علامه تخليك تعرف انه الانتاج صاير في تونس وانه صاير بمواصفات معينه وانه 100% تونسي وانه هو صناعه تقليديه تونسيه مصادق عليها. هذا هو ايش معناه اللابيل عليها ويلزمها مش مضره بالصحه. هاو نعطيك مثال. تفضل لله. تفضل. في المعارض اللي تقع في الخارج تونس يقولها مثلا فخاخرية متاع تونس بالجمال الكل متاع فخارنا سواء كان معناتها الرسوم التقليدية واللي نعرفوهم احنا ولا المبتكرين الجدد اللي قاعدين يعملوا في حاجات رائعة ما تستهويش المستهلك الأوروبي مثلا. علاش على يقلبها الصحفة ما يلقاش مكتوب عليها ناخذوا مثال فرنسا اكل ان اف نورم فرانسيز اللي هي تأكد له اللي مثلا الصحن هذا ينجم ياكل فيه ما غير ما يضر والشقاله هذه ينجم يخبي فيها ماكلته في الفريجيدير حتى المغرب. احنا ما عندناش العلامه هذه اللابيل هذا ما عندناش
يلزمنا فخارنا مثلا يولي معروف اللي هو يوكل وما يضرش وما فيهش بلون وما فيهش شكل حاجات هذيك الكل، ما فيهش مواد يمكن حتى في الدهن في اللي طيله اللي يستعملوه في اللي مياج وكل كل شيء يضر بالصحة الزئبق والكل هي حاجة معناتها تخلي الشاري الأوروبي ولا الأمريكي ولا وين كان في قطاع العام ما يشريش ولا خاطر هما مستنيين عندهم لي نورم اوروبيان نتاعهم اللي عينيهم غامضة مثلا الفرنساوي كي يقرب الصحفة يلقاها مكتوب عليها ان اف يهز عينيهم غامضة احنا نقول وي سي بو سي جوست فور ديكوري ما نجمش ناكل فيه، فهمت شنو هو؟ واضح واضح باهي. هذا هذا حكاية اللابيل، قلنا مصرف المصرفي الجانب المصرفي، الجانب هات نقول العلامة التونسية شنو الاخر؟ والله هذا هو حسب التقريب، معناتها ما فماش حاجة أخرين. ومن بعد ليفور يرجع للحيرة فيه هو بيدو ويزمو، معناتها يعرف كيفاش يبيع منتوجه، يعرف كيفاش يقدمه، يعرف كيفاش يخدم على الباكينجيك، يعرف كيفاش. خلينا نرجع لهذا مدام عبد الكافي كان تسمح اليوم، شنو مطلوب من الحرفي؟ مطلوب منه أنه ياخذ المنتوج التونسي صناعة تقليدية يعمله بإتقان ويكون أقرب ما يكون باللي معروف على إتقان القطعة هذيك، وإلا مطلوب منه التجديد فيها وتقديم بديل. شنو شنو حسب رأيك؟ الزوز مطلوبين، الزوز مطلوبين، الزوز مطلوبين، حتى التجديد مطلوب زيادة، خاطر ما نجموش نقعدوا حياتنا الكل نشاركوا في معارض ولا نعرضوا في دي بلاتفورم في التبسي الأصفر وأخضر التونسي، معناتها على حبي ليه راهو حبي وتقديري للنقشات القديمة والتراثنا، وأنا أكثر وحدة يقول لي ما فيه شك ما فيه شك، لكن يلزمنا نطوروا ويلزمنا نقدموا ويلزمنا نشوفوا، معناتها سمحوني في العبارة الجنون اللي في الصين مش قاعدين يعملوا والناس اللي تبتكر كل معناتها كوليكسيون، ساعات فما تلقى دي مارك انترناسيونال معروفين في البورسلين ولا في البوتري كل جمعة يخرج لك كوليكسيون، كل جمعة كل عيد كل مناسبة تلقاه عنده كوليكسيون جديدة. احنا تلقى خيرة في هذاك هو الموديل نتاعو تو عنده 4 سنين ما طورش فيه، مثلا نتاع الكاليغرافي نحكي مرة مع حرفية قلت لها علاش ديما تعمل كان الكاليغرافي يا بنتي بدل شوية نوع شوية، قالت لي مدام مديمو خارج ويبيع ونبيع فيه في تونس وفي المعارض والتوانسة مقبلين عليه علاش تحبني نبدله؟ فهمت فهمت، معناتها احنا عقليتنا زادت التوانسه الحرفيين شويه كيفاش، اذا لقينا خينو ماشي في تونس نشدوا فيه ونكبشوا ونقعدوا 5 سنين هكاك نعملوا كان في موديل واحد، لا يلزمنا نخموا يلزمنا نبتكروا يلزمنا فما راهو فما دي جون ديزاينر دي جون كرياتور جون موان جون. هل تعتبر هل تعتبر فاتن عبد الكافي انه احنا قاعدين نشاركوا بما فيه الكفايه وبالجوده الكافيه في المعارض العالميه؟ لا بكل صراحة ولو أني كلامي ساعات يمكن يحسب علي، لكن لا هاو نعطيك مثال بسيط. صحيح. أنا جمعة كنت في باريس كنت باغازار كيك نزور في لافواغ دو باري خاطر فما جناح تونسي معناتها مشيت الطاقم تاع ربي يعطيهم الصحة العارضين وفما شوية ابتكارات وكل، لكن في الأغلبية الفولكلور نتاع انا عرفتش معناتها الفولكلور المواد الفولكلوريه اللي بدينا احنا بيدنا كتوانسه نقلقوا منها وحتى في الخارج بداو يقلقوا منها، معناتها ما لقيتش ستاند اللي فيه انوفاسيون كبيره ولا كرياسيون كبيره ولا كرياتيفيتي كبيره ولا فهمت شنو نحب نقول، يعني قعدنا ديما كي نمشيو نمشيو بنفس الشيء، هذاك هو فخارنا الدربوكه جمال الحنه هذا يلزم العقليه كلها تتبدل. الزربيه اوكي صبغية فيها تري بو ستاند نتاع زرابي، لكن سائح جاي لافواغ دو باري ونعرفوها لافواغ دو باري معناتها ماهيش كيما ميزون اي اوبجي، ما تتجهش ماهيش موجهه للاختصاصيين وماهيش موجهه للناس اللي عندهم قدره شرائيه كبيره، هي موجهه للفرنسيس العمال الطبقه المتوسطه. شكرا لك. الزربيه ويروحوا بها. شكرا لك فاتن عبد الكافي. قعدنا في القديم اوكي، دونك يلزمنا التجديد والاوبجيكتيف هذا نتاع 500 مليون دينار، فهمت انا اللي يلزمنا تشريعات جديده مصرفيه، ما نعرفش الى اي مدى قانون الصرف الجديد ناوي يقرا حسابه على ذلك.